بقناة تعلم العود أو عاشق العود زياد هادي. واليوم موضوعنا مختلف جدا وهو المعهد اللي درس به كاظم الساهر الفنان الكبير قيصر الغناء العربي والعراقي. هو هذا المعهد يكون مقابل الاتصالات بريد السنك اللي يكون أسفل جسر السنك. وهو هذا المعهد، هذا طبعا هذه ورشة صناعة الآلات الموسيقية اللي هو بيت العود اللي هو يكون الدخول، هذا الدخول يكون الدخول مالته، هذا دخول المعهد راح يكون منه هذا. وفنان كبير كاظم درس بهذا المعهد اللي يتابع إلى وزارة الثقافة العراقية. وهذا طبعا أول دخوله راح يكون إلى ورشة صناعة الآلات الموسيقية وبيت العود العراقي. وهذا راح يكون دخوله، هاي الأبنية البنايات، هذه بناية دروس العملية، وهذا الدخول ما يكون مال المعهد، هذا دخوله معهد دراسات موسيقية اللي تأسس في عام 1971 واللي أسسه الفنان الكبير المرحوم منير بشير، وهو تابع لدائرة الفنون الموسيقية. هذه الحدائق مالته، هذه الحدائق الجميلة واللي درس بها الفنان الكبير كاظم الساهر، كما أنه موجودين أساتذة كثيرين اللي ساهموا في استمرار وديمومة الموسيقى العراقية، واللي أسسوا مدرسة كذلك إلى آلة العود، من ضمنهم الأستاذ القدير علي الإمام حاليا في تونس، والأستاذ كريم نيان في آلة قانون، والأستاذ حسين الأعظمي، والأستاذ محمد حسين قمر، وأيضا فريدة محمد علي قارئة المقام. هذا معهد الدراسات اللي راح نلاحظه ونشاهده، هذا دخوله. طبعا هذا المعهد هو يقبل من ثالث مرحلة ثالث متوسط، يكون عنده شهادة متوسطة. هذه البناية الكبيرة، وهذه حدائق جميلة. هذا لو ندخل هسه المعهد، هذا معهد دراسات، هذا دخوله من الباب. وهذه طبعا اول ما تدخل للمعهد تجد الكثير من الصور المعبرة صور معبرة للمعهد واساتذة المعهد، وايضا نلاحظ انه الاساتذة القدماء مثال استاذ شعب ابراهيم اللي ساهم كثير بالمقام العراقي. وايضا هذا دخوله، هذا المعهد بيت تراثي كامل. هذا هو المعهد، توسط نافورة في الوسط. وهذه القاعات، قاعات معهد دراسات موسيقية اللي يكون بها التدريس، هذه قاعة الأستاذ شعب إبراهيم. طبعا كل قاعة تم تسميتها بأحد الأساتذة اللي كانوا موجودين. هذا هو معهد الدراسات الموسيقية، وهو يكون مطل على نهر دجلة. طبعا هذا احنا معهدنا، هذا نصعد بالدرج. وهذا المعهد تخرج من عند الفنان الكبير كاظم الساهر، وايضا الفنان رضا العبد الله، وايضا الفنان حسام كامل، وكثير من الفنانين اللي كانوا يلتقون مثل الاساتذة مثل محمود انور، وايضا تخرج من عنده الاستاذ احمد نعمة احد الفنانين العراقيين. هذا هو المعهد. هذا هو المسرح،
هذا هو المسرح اللي بداخل المعهد. هذا المسرح يكون كبير، وهذه هي الباحة الخلفية فوق، يعني بجانب المسرح. هذه هي قاعة كبيرة، ويكون دائما مطل على نهر دجلة الخالد، وهذا هو نهر دجلة اللي مطل عليه معهد الدراسات الموسيقية. طبعا هذا المعهد هو تراثي وأثري، وخرج كثير من العمالقة في الموسيقى العراقية، خرج كثير، وهو حاليا كثير من العازفين في بلدان العرب والعالم يدرسون هذا الشيء، ويدرسون التراث العراقي والمقام العراقي اللي هو دائما مختص هذا المعهد به. وهو أقسام المعهد تتكون من آلة العود وآلة القانون وآلة الجوزة وآلة السنطورة التراثية، وأيضا أضاف لها آلة الكمان اللي هي من الآلات المهمة، وفي التخت الشرقي المقامي، طبعا مقامي يعني المدرسة العراقية المقامية في المقام العراقي، وهو هذا تخصصوا به كثير من الفنانين واللي نجحوا به نجاح كبير في المساهمة في الحفاظ على التراث والموروث العراقي. هذا المعهد هو دائما يستقطب دائما المواهب الشابة اللي أكملت شهادة المتوسطة حتى يقدر يتقدم على هذا المعهد ويتخصص في دراسة موسيقية تختلف عن بقية المعاهد، من ناحية أنه هنا هذا المعهد الوحيد في العراق اللي يدرس المقام العراقي بتفاصيله وعلى فترة 5 سنوات بعد الدراسة المتوسطة. نتمنى إن شاء الله بالأيام القادمة أن نعطيكم نبذة تاريخية أكثر لهذا المعهد اللي هو معهد دراسات موسيقية، اللي أعيد وأكرر أنه هذا المعهد هو في منطقة السنك تحت جسر الجمهورية ومقابل مركز الاتصالات في السنك. معهد جميل جدا ومختلط من قبل الجنسين، وصيته طبعا كبيرة في العالم العربي، واللي ساهم برفض الحركة الموسيقية العربية بكثير من الأمور، لأن مثل ما تعرفون أصدقائي أنه هذا المعهد حافظ على المقام العراقي بجهود الخيرين وجهود الأساتذة الموجودين حاليا. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، نتمنى من عندكم المشاركة والاشتراك بالقناة ليجيكم كل شيء جديد، وأيضا الإعجاب لا تنسوا بالقناة. شكرا لكم زيادة هذه.